بالمشاهدين، نواصل هذا المد المباشر والحي، نفتح أولى ملفاتنا ولعل الملف نسافر به إلى دولة عربية خليجية قدمت دروس قيمة ممكن نستقي منها الكثير في تنفيذ كل مشاريعنا، بالذات على جانب الفولكلور. يعني قطر قدمت منظور جديد لدول العالم، عكست أو صححت الصورة الذهنية السلبية المرسومة عن العالم العربي. هي لم تعد دولة على هامش الدول العربية، بل أصبحت دولة لها قوتها وهيبتها ومكانتها بين الدول، ولكن بالحفاظ على هويتها وعلى شخصيتها، وبالحفاظ أيضا على الفولكلور الممكن يشكل وجدان الأمة. على خطى قطر نستضيف صباحا بروفيسور محمد المهدي بشرى، رئيس قسم الفولكلور بمعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية بجامعة خرطوم. أهلا وسهلا بروف، صباح الخير. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا وصباح الخير، وشكرا للاستضافة في الموضوع الظريف البسيط. يعني الله يجزيك خير. الشاهد للأمر إنه قطر أول ما تم الإعلان عن استضافتها لكأس العالم هي تحركت بصمت، حتى عملت بصمت وأبهرت العالم بكل المخرجات على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى المحافظة على جانب الفولكلور. هو جانب منسي عندنا عند كثير من الدول، لكن هو جانب متجذر ممكن يحكي شخصية الدول. بزاوية شوفك، كيف أنت نظرت للحدث رياضيا وثقافيا؟ والله شكرا. طبعا كنت محظوظ حقيقي، الواحد يحمد الله في أنه أحضر الحدث التاريخي الكبير. يعني وتمنيت لو أي زول يحضره. يعني حقيقة زي ما قلت منذ 10 سنين وقطر فازت بال أن تحضر يعني تكون تستضيف كأس العالم سنة 22، ومش أنا برأي كثيرين إذا كانوا مشفقين أنه ما عندها الإمكانيات في أي دولة أوروبية، لكن يعني كان في تحديات كبيرة جدا. وحقيقة الواحد كان متخوف لأنه أول مرة دولة عربية، دولة إسلامية، دولة صغيرة في مساحتها، كبيرة في إمكانياتها طبعا، ودعز يعني إدارة كبيرة جدا من ثقافة لسياسة لأمن للرياضة، يعني فرق كبيرة جدا، دولة كاملة. المواطن البسيط لازم يشارك برضه لأنه بيستقبل الناس في السوق، في الدكان، في المطعم. يعني هي كانت تحدي كبير، ويمكن أنا ذهلت لحجم الأوروبيين والأفارقة والآسيويين، ناس من أمريكا اللاتينية، يمكن الناس شافوهم في التلفزيون. يعني دي ذاته ما في نوم، يعني البلد دي اليوم كله مهرجان. أنت في السوق في مهرجان، في المتاحف مهرجان، في الشاطئ في مهرجان. ده عن كان مشاهدة المباريات إذا كانت داخل الاستاد أو خارج الاستاد في الشاشات الكبيرة. يعني كان في ابتكار وفي نظام دقيق جدا، في أمن تماما، يعني واضح بتحس به، يمكن ما موجود شكل عساكر، لكن أي زول يحس أنه آمن. الحاجات منظمة جدا، مواصلات مترو دقيقة، أنا ما شفت زي إلا في نيويورك. يعني هو أرقى من نيويورك لأنه كله بيمشي ديجيتالايزد أو كمبيوترايزد يعني، وبتركب مجانا، مواصلات مجانا. يعني حاجة فعلا حلمي كده كان، ففعلا ده كان نجاح كبير جدا. واحد بيهني كل القطريين وحكومة قطر ومسلمين والإخوة العرب، ونتمنى أنه ما نتهيب التجارب تاني. صحيح. وما في شيء بيحرمنا من أنه نحن نمشي مع العالم، لكن بمعاييرنا وبمقاييسنا نحن وبطريقتنا. يعني التحدي كان كبير، يمكن ذكرته أنت، في أنه قطر حافظت على الشخصية العربية الإسلامية. يعني أي ما كنت أنت بتلقى قطر موجودة. يعني ليلة السياحة الجدل بالتأكيد يعني خرجوا بوجهة نظر جديدة، وجهة نظر فيها كثير جدا من الحياد، فيها كثير جدا من العلمية تجاه العرب المسلمين الآسيويين إلى آخر. صحيح. من حيث النظام والدقة يعني. صحيح بروف. والكرم. صحيح بروف، دي المشاهدات اللي أنت ذكرتها من واقع زاوية شوفك ونظرتك على أرض الواقع، على ظل القيادة الرشيدة اللي أحكمت أنه لازم تميد في تغيير الصورة الذهنية، حتى لو ما قطر عن العالم العربي وينتم في استضافات تكون بادرة خير لاستضافات لكأس العالم عربيا. يعني التلاقح ده تلاقح ثقافي كبير كان، وقطر تعرضت لكثير من الهجمات على مستوى الدول
الأوروبية. كان تصريح أخير قبل كأس العالم لإنفانتينيو إنه دعوا قطر في حالها واهتموا بأمور المهاجرين. يعني فإذا مسكنا زاوية المشاهدات والعلايق اللي تكونت من خلال كل الروابط العالمية، قدر كيف ممكن الصورة الذهنية تخدم قطر مستقبلا؟ والله بالتأكيد دي أنا زي ما ذكرت لك بالتأكيد، يعني أي مواطن إذا كان من أي جنسية من أي بلد بأي مستوى ثقافي ثراء إلى آخره، هو عاش حياة درس حقيقة. يعني أنت بتخش الاستاد بالنظام، بتمرق بالنظام، احترام للزمن دقيق جدا يعني. وكل التجارب طبعا في تجارب اصلا لكاس العالم، انا اقصد على الصعيد الفلكلور، على صعيد العادات الثقافيه يعني تكون متجذره. ده طبعا كان غني جدا، يعني انت بتشوف متحف للفلكلور العالمي. اذا كان الناس من الارجنتين من اليابان كل الدول المشاركه، او في ناس ما مشاركين جو يعني كسياح. يعني شفت البواخر اللي جابت الناس في البحر، يعني هذه البواخر في باخرة يعني يمكن ضخمة جدا، أقول لك 10 طوابق. يعني طبعا أوروبا ذاتها نظمت الحاجات دي وسهلت للناس يعني يحضروا، وكلهم جايين بفضول أنه الدولة الصغيرة دي في آسيا، الدولة العربية الصغيرة دي، الدولة الإسلامية هتعمل كيف مع الحدث الكبير ده. لكن متأكد كلهم رجعوا بانطباع جيد جدا وعبروا عن المسألة دي يمكن. فده كان فعلا في بجانب النشاط الرياضي في نشاط ثقافي، في عرض ثقافي، في عرض سياحي، في عرض بتاع فولكلور. يعني بالتأكيد إذا كان من الجماهير اللي بتجي تشاهد اللي بتلف في الأسواق، شاي العود، لابس كسكتة بتاعت المكسيك، يعني أنت بتشوف أزياء العالم، وهنا بتكون العولمة فعلا. صحيح. يعني أنت ممكن تنسجم مع العالم ده، مع هذا العالم الكبير، دون أن تفقد شخصيتك. والرياضة وحدت بالتأكيد على غير السياسة، يعني دي دبلوماسية شعبية غير موجودة، وفيها محبة وفيها تسامح وفيها قبول الهزيمة، وفيها يعني ما في ذول منهزم. دي أحسن 24 فريق في العالم، 32 وهم بيشاركوا في حظ. يعني حتى قطر والسعودية المرمى الأول، لا هم يعتزوا بأنه والله يشاركوا في كأس العالم، هم من أحسن الفرق. فكلهم طبعا كانوا مصدر فخر اليوم أن يشاركوا في هذا الحدث. وجماهير ذاتها كانت سعيدة جدا أن تشوف اللاعبين العالميين الأساطير اللي بتسمع بيهم مع لاعبينهم جنبا إلى جنب. وفعلا زي ما قلت لك، يعني الاستاد أو الميادين أو الأسواق كانت بشكل متاحف ثقافية متحركة يعني. بشكل مبهر. طيب على خطى قطر بروفيسور، ونحن سوداننا ده ممتد وشاسع، إذا كانت قطر بهذه المساحة وبهذا الموروث، يعني نحن عندنا سوداننا متجذر، والتقارير الأخيرة اللي بتذكر إن السودان هو أصل حضارة، هو أصل حضارة بالفعل. يعني كيف نحن نقدر نوظف كل إمكانياتنا حتى لو ما في كأس عالم أو محافل خارجية عن طريق الإنسان السوداني في كافة المحافل؟ يعني ما بشرط إلا تكون في استضافات عالمية حتى الناس تبرز الهوية السودانية. برأيك المطلوب شنو في ظل التوقيت اللي بنعيشه الآن عشان نقرب؟ والله طبعا هو يقول الإنجليز يقول لك think big start small. يعني أنا ما أقدم كأس العالم ولا عايزه، لأنه أنا ذاتي لو ما تم إصلاح للرياضة بتاعتي، لإدارة الرياضة، لإدارة السياح، لإدارة ما هي دي شيء متكامل زي ما بيقولوا سيستم. يعني ما بالضرورة أنا أبقى زي قطر، أنا عندي تجربة عريقة عندي في الرياضة أنا إلى آخره يعني. لكن هم مشوا غفزوا حقيقة، يعني يمكن 10 سنين اللي هم بيشتغلوا كما ذكرت في صمت. فأنا ما بكون عندي طموح لهدا، بصلوا في النهاية إذا أنا ابتديت صح. إذا يعني دي ما استاداتي ذاتي، سادات الموجودة دي، الإستاد ذاته في طريق يوديك له وفي مواصلات بتوديك له. يعني هم كانوا حريصين، وأنا شفت استادات في لندن في بتاع الإستاد بتفرق في ربع ساعة. يعني أنا مشيت بطيران بدري من هنا، لما نزلنا الطيارة وصلت الكابتن قال وصلنا هنهبط لمطار الدوحة. أنا من كلام الكابتن دي لحد ما طلعت برا أركب تاكسي ربع ساعة، ربع ساعة بالضبط. يعني حتى البيت بتاعت الجواز قالت لي ما عايزة، شافت البصمة بتاعت العين. يعني ده أي زول لعب دوره تماما.
واي شيء انت يعني داء الخواجات بتعرف تفيرون الحاجات دي صحيح. يعني لاحظ في وقت قال لك مره بتنزل 400 طياره في الساعه، فانت كيف بتديرها؟ كيف بتستقبل النازل؟ كيف بتسهلين اجراءاته؟ طيب فنحن نحلم معلوم، ما عندنا مشكله، البشر فيه واللاعبين فيه لازم تكون عندنا اراده وندير المساله دي كلها من ناحيه امن، سياسه، ثقافه الى اخره يعني. طيب بروفيسور يعني برضو ما شرط اللي يكون صحيح، الرياضة هي بتشغل حيز كبير جدا في قلوب السودانيين يعني، ولكن حتى على صعيد مناسباتنا الخارجية والداخلية أيا كانت ملتقياتنا الثقافية حتى بالنسبة للدول الخارجية، إنك تغرس فكرة جيدة عن العادات والتقاليد والفلكلور السوداني دي حاجة قيمة جدا. طيب في جزئية أنت ذكرتها مهمة لازم نقف عندها بخصوص القيادة الرشيدة وإنفاق كثير من الدول على جانب الثقافة وتأصيله يكون موجود مد متكرر يعني، فأنت برأيك المطلوب شنو من قيادات الدولة حتى أنه تشرع مباشرة في تأسيس متين بالنسبة للثقافة وفي تمويل حقيقي ظاهر على الناس يعني؟ والله طبعا هي مش القيادة براء، هي كل الشعب وأي زول في موقعه يعني، لازم أبجديات المسألة دي أي زول يكون في موقعه وبيعرفه يعني، يقول الرجل المناسب في المكان المناسب يعني، وزير الرياضة يكون بيعرف رياضة، وزير الثقافة يكون بيعرف ثقافة، احترامي للموجودين دي كلهم، الناس هي ذات العاملين لازم يتعلموا أنه الثقافة دي هي شنو دور شنو في تعريف السودان، في الحفاظ على الثقافة دي ذاته وفي حمايتها. فبالتالي الإدارة بتبتدي بأنه فعلا الشخص من قمة السيد الوزير والناس معاه والوكيل إلى آخره، إذا كانوا في مؤسسات رياضية في اتحاد كرة القدم في التحكيم في غيره، يكونوا هم ذاتهم مؤهلين ويتدربوا ويؤدوا واجبهم بشكل كويس. فبالتالي هي مش يعني المسألة فوق السلطة السياسية، طبعا دي عندها دور كبير لأنه بتدير المسألة دي كلها، لكن أي زول في موقع يكون عارف مسؤولياته ممكن يتدرب عليها يطور ذاته يعني. ليه العالم بيتكلم عن الجودة مش أنك تأدي الحاجة يعني؟ الشابة بتاعت المطار دي يعني كانت حميمة جدا، أنا قلت لك زهلت، وبعدين مش في إنه يعني انطباعي العام في الحرص على النظافة شو عارف، أنهم مش صنعوا بلد بس، هم صنعوا إنسان يعني، الإنسان ده بحافظ على النظافة يعني، إذا أكل سندويش بيمشي محل الوسخ بيرميه، ما بيقطع، ما في، ما شفت عربية قطعت الأحمر لأنه فيها غرامة ولأنه ده القانون، لأنه أحيانا بتجي بسرعة شديدة جدا. فبالتالي بتبتدي من المواطن نفسه، نعلمه بالنظام، نعلمه احترام البلد، نعلمه الدقة، نعلمه تغرس في روحه الوطنية ويغرس في عمله. صحيح. بروفيسور محمد المهدي بشرى، رئيس قسم الفلكلور بمعهد الدراسات الافريقيه والاسيويه، من واقع مشاهداتك يعني وتخصصك في الجانب ده بالتحديد، شنو ابرز الروشتات اللي ممكن تقدم صباحا بشكل سريع يعني؟ والله طبعا احنا قلنا الكلام يعني، هي بتبتدي ما هو القطريين دي 10 سنين من اللحظه نافسوا وفازوا باستضافه كاس العالم 22 سنه 12، ما عندنا مشكله يعني، نبتدي في النهاية بنصر إن شاء الله. زي ما قلت لك أيهم في موقعه يكون مسؤول يحترم عمله يؤدي واجبه بإخلاص بنية طيبة، في النهاية بتمشي الأشياء يعني. إن شاء الله ما في صعوبة يعني، ما في استحالة، إن شاء الله الخطر بتورينا أنه بالتحدي بالإرادة بتتحقق الأشياء إن شاء الله. وعلى خطى قطر بنتمنى أنه نسير على هذا الدرب يعني، وإن طال المشوار أو إن شاء الله، وإن الظروف يعني ما مساعدانا الآن إن شاء الله، والمال موجود، بشروا ولا تنفروا. بروفيسور محمد المهدي بشرى، رئيس قسم الفلكلور بمعهد الدراسات الإفريقية والأسيوية جامعة الخرطوم، إحنا مقدرين حضورك صباحا، وإن شاء الله تجي ومع الشباب ومع المختصين يعني تشبكوا حتى أنه نبرز الجوانب المشرقة للسودان. كتر خيرك. وأنا أقول لك حاجة صغيرة معليش، أنا استضافوني في قناة العربي، أنا زهلت للإمكانيات، ما في زول ورا كاميرا، ما احترام لشيء قنواتنا دي وتلفزيونات يعني كلها بتمشي آليا بالروبوت، وده يعني التطور يعني، وده الخطط المستقبلية جزء للإعلام صحيح، للإعلام والخطط الاستراتيجية حتى يعني على صعيد الدولة. أنا ما شفت الجزيرة يعني العربي ما بتهمه وتجيل من الجزيرة. كتر خيرك، الحديث معك لا يمل، ضيق الزمن، شكرا، كتر خيرك بروفيسور.